احنا هاي منطقة البراب عليها شارع سيد امين، هاي المنطقة بيها مدرسة، مدرسة حكومية فاللي شفتها الدولة وخذت جزء من المدرسة اللي هي تحتوي على ست طوابق، مدرسة ست طوابق، مدرستين ثلاث طوابق، خذوا المدرسة الرئيسية لحيث يحطونها محطة مجاري ثقيلة، احنا الناس ما نعترض على أي أمر بالدولة. سوينا قدمنا طلب للبيئة، وزارة البيئة. نختصر الموضوع حجي، البيئة وافقت ولا؟ البيئة ما وافقت، عندنا كتاب ممانعة عدم بناء محطة داخل حرم المدرسة لأضرار بالسرطان بالطلبة. هذا السياج القديم مال المدرسة، هاي كان الساحة للطلاب. يعني مدرسة ما بيها ساحة للطلاب. ماكو هيك حجي. هاي مدرسة خذوها يريدون يسوونها محطة مجاري، والبيئة انطونا كتاب صريح.